ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير النجاح نسألك اللهم إيمانا وصحة نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق وعفوا منك وعافية ورحمة منك ورضوانا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن بلاء لا يرفع ومن بلاء لا يرفع يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الوباء اللهم إنا نعوذ بك من الوباء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون ومن البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عنا كورونا اللهم اكشف عنا كورونا يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيمحى عنه كل ذنب ووزر
اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيحظى بعظيم المثوبة والأجر، اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم كلهم على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا إلهنا ومولانا وخالقنا وسيدنا، عظم الكرب واشتد الخطب واستفحل الداء وعز الدواء، فاللهم يا لطيف الطف بنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم يا لطيف الطف بنا، اللهم يا لطيف الطف بنا، ويا غفور اغفر لنا، ويا رحمن رحيم ارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لجميع ما تتضمنه أسماؤك الحسنى من خيري الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا ومنسوب صحتنا، وفقهم لما تحب وترضى، واجزهم خير الجزاء، وكل جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة ذنباً إلا غفرته، وفي هذا المكان المبارك ذنباً إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وباطنه وظاهرة والدرجات العلى من الجنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظنا في ديننا، في ديننا وفي أنفسنا وأموالنا وعقولنا وأعراضنا، وعافنا في أبداننا وأهلينا وأموالنا وصحتنا وقوتنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا سامع كل شكوى، يا سامع كل شكوى، ويا عالم كل نجوى، ادفع عنا الفتن والبلايا والمحن والرزايا، يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ على محمد كريم السجايا شريف الخصال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآل، وسلِّم تسليمًا مزيدًا.